هذا الدور المحوري للاجتماع بيتخطى أفق الاجتماعات التقليدية، لأنه رؤساء المحاكم الدستورية وأعضاء هذه المحاكم على مستوى القارة الإفريقية بعضهم بيتبوأ المركز الثاني مباشرة تاليا لرئيس الجمهورية، وبعض المحاكم أيضا بيبقى لها دور في العملية السياسية. فإحنا النهاردة لما بندعو هؤلاء الرؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا، الغاية المتغية من هذا الأمر هو أن يكون لنا التأثير الحقيقي على صناع القرار من تشريعيين وتنفيذيين داخل إطار هذه الدول.